اهلا وسهلا فيكم وان لبنان ذا راديو شو بدي رحب هيك على السريع بمخرج البرنامج ربيع نجم. اهلا وسهلا فيك عجابي. نحن ما لنا كثير موادين سوا بس هلا دغري على التقليع دغري رح يمشي الحال. بدي اكيد اشكر كمان زميلتي وداد حجاج لموجز الاخبار، وبدي اذكركم كمان هيك على السريع اذا بدكم البلان اما شو رح يتضمن برنامجنا اليوم. رح نبلش رح نحكي عن البيروت ارت فير، وفي عنا كمان ضيفة. بدي اقول اول شيء لك بونجور واهلا وسهلا فيك، بس ذكريني حنان ما هيك؟ مريم حريري. مريم حريري، اوكي اهلا وسهلا فيك. هلا رح نحكي عن كمان محضر لك كم سؤال عن بيروت ارت فير. حكينا عن هال اذا بدك عن هال الإيفان جمعة الماضية، وهلا رح نضطر أكثر أفوت تفاصيل أكثر عن كل هالقضايا. رح يكون عنا كمان بأول قسم من وان لبنان ابتداء الساعة 4:30 و5 رح يكون عنا كمان مقابلة مع نينا شلهوب، شيز كمان personal trainer. رح نحكي عن شيء اسمه the impact of job insecurity on job performance، كل التفاصيل ابتداء الساعة 4:30. رح يكون عنا كمان لقاء ابتداء الساعة 5 مع المخرجة نادين لبكي، كنت هلا معه من شوي كنت سجلت كل شيء على رح يكون عنا دونك مقابلة شي نص ساعة مع نادين، ورح ننهي بلقاء مع منال ملاط وتوماس راسل بآخر نص ساعة من وان لبنان. رح نحكي عن فرقة جديدة إلكترونيك باند من لبنان، كل تفاصيل هذا الشيء أكيد تباعا بوان لبنان The Radio Show. رح نبلش هلا أكيد نحكي عن المعرض يلي حكينا عنه جمعة الماضي، واللي هو إذا بدك الحدث الأبرز حاليا بلبنان يلي هو بيروت آرت فير. ولحتى نحكي عن تفاصيل هذا المعرض أكيد أهلا وسهلا فيك مدام مريم حريري من الريجي لبناز دي تبا اي توباك تومباك. اوكي اللفظ مظبوط، تومباك بس موجوده عندنا بلبنان. بس بلبنان. شو الفرق دخلك تبا وتومباك؟ النبته مهجله بتنزرع بتجي وقتها اكبر. اوكي نبته التبغ اللي موجوده بالجنوب، اوكي، وبتكون يوجوالي بالشمال مناطق الشمال نحن عم نحكي كمان عن شيء مميز عم تعمل الريجي لهالسنه يلي هو اذا بدك منشر صور. صح. اوكي هلا بدي بس شوي تحكينا عن الكونسبت، شو هو بالضبط قبل ما نحكي عنه اكثر بالتفصيل. اوكي منشر صور، اول شيء رح احكي عن الاسم، من وين اجت فكره المنشر ومن وين فكره الصور. منشر هي ريليتد للمنشر اللي بيعلقوا عليه نبته الدخان، لما يقطفوها لازم تتنشف، فهي تكنيكلي هي عملية بتمرق فيها نبتة الدخان وبتقعد على هيدا المنشر. So usually من زمان أكيد مش من هلأ كانت الصور تتعلق على المنشر إذا بتتذكر، من وقت تتنشف مزبوط، فكانوا يحطوها بملاقط وينشروها. فدمجنا هيدا الكونسبت سميناها منشر للصور اللي بتعبر عن التبغ أو اللي بتصور هيدي الزراعة بطريقة شوي أرتستيك، يعني حتى نكون عم ننقل هيدا التراث الثقافي. هي جزء من التراث الثقافي لأهالينا اللي موجودين بالشمال وبالجنوب وبالبقاع. قدرنا نصور تعبهم ونصور مراحل هيدي الزراعة للناس اللي ما بتعرفها. في 25,000 عائلة بلبنان بيزرعوا دخان، وفي 475 ضيعة بيزرعوا هيدا النبتة، وتحت اللي نقدر نضوي عليهم مثل ما لازم لأنه هيدا شيء تراثي. فكرنا أنه كيف كمان ممكن نكون عم نعمل شيء ساستين وعنده هيدا الاستدامة، ففكرنا بشيء ممكن نفيد فيه الشباب، نكون عم ندعمهم تا يعملوا هواية بحبوها، نأمن لهم كاميرا، نأمن لهم فاند، نعمل نشاركهم بمعرض، نخلي العالم تعرف على أسمائهم، تعرف على مواهبهم، وبنفس الوقت نحن نكون وثقنا هيدي المرحلة الزراعية بشكل أرتستيك وقريب من العالم. كم عائلة فيه؟ 25,000 عائلة بالشمال وبالجنوب البقاع، وتحديدا بالمناطق النائية. عم بيصير في بركي شوي، بتعرفي هلا نحن بالعصر شوي هيك في مثل ما بيقولوا هيك كامبينز توعية ضد الدخان وكذا، انتم عم بتعينوا شيء شوي من هال من هذا الشيء، وكيف أكيد. كيف بتعملوا؟ نحن مع اكيد كل شيء بضر الصحة، نحن يعني اكيد نوقف ضده
مع الصحة أكيد، بس بالنهاية هيدا قطاع اقتصادي وشرعي، منه شيء غير مشروع ومعترف 25,000 عائلة كمان ومعترف فيه من الدولة اللبنانية ومن دول كتيرة. لهيك هيدا البان اللي هلأ عم بتصير على أو restriction اللي عم بتصير على هيدا المجال هي طبيعية ومفروض نحن نكون عم نواكبها، بس بشكل إنه ما تأثر على اقتصادنا أكيد. وبشكل إنه ما تضر الإيرادات. بالنهاية مؤسسة مثل ريجي بتقدم 7.5% من خزينة الدولة، مش هين تكنسلها لأنه بتضر الصحة. أكيد نحن لازم نأخذ الصحة بعين الاعتبار، بس نقدر نطلع تباعا من هذا الموضوع بشكل مرحب. Thank you للتوضيح. يعني بس أنا شوي لأنه هلأ الأجواء بتعرف السوشيال ميديا you're right. عندك هذا الجيل الجديد اللي أنا ما بدخن ثلاث أرباع اللي بيشتغلوا بالريجي ما بدخن. هذه كمان مش أول إديشن، يعني أنتوا عاملين كذا يعني كذا مرة يعني هذا الشيء. بركي نحكي هيك بكلمة سريعة عن شو نعمل وشو رح ينعمل هلأ مع هالكم نقطة. أنا جبت لك تو بروشور اللي نعمله بيقدروا بيوثقوا المعرضين اللي صاروا بسنة 2016 2017. سنة 2018 احنا عم نشارك بالمعرضين اللي صاروا بال 16 و17 ببيروت ارت فير، تنمهد للمعرض الثالث اللي بدنا نعمله الجديد. يعني اذا بدك الصور الجديدة اللي ممكن تقطع معنا بسنة 2016 كان التام جنرال، يعني ما حددنا عن شو بده يكون التصوير. مثل الانترودكشن 100%. اشتغلنا مع دار تصوير ونزلنا معنا على الأرض، تقريبا شارك شي 500 فوتوغرافر قدروا يعملوا داونلود لصورهم على الويب سايت عنا. نزلوا هني على الفيلز ونحن أمننا بعض النقليات لنسهل لهم عملية تصوير الحقول والعلاقة مع المزارع. أكيد يعني ما يخافوا إنه حدا عم بيصورهم ولا عم بيصورهم وكيف، فقدرنا لوجستيا نأمن هيدا الجو. طلعنا صور كتير حلوة أكيد، 500 فوتوغرافر شاركوا، مع العلم إنه كانت جايزة بسيطة، بس العالم لأنه قريبة من هيدا الفيلد، قريبة من هيدا التوبيك، خاصة اللي قاعدين بالمناطق. ونحن كان بدنا هيدي هي الفئة المستهدفة تاعيتنا، يعني ما بدي الفوتوغرافر اللي هو اوريدي بيعرف التصوير وشاطر كتير، كان بدي هيدي الفئة اللي موجودة بالمناطق اقدر حفزها واقدر اعطيها هيدا الانسنتيف او ادعمها شوي تتقدر تلاقي حالها بدومين التصوير، اقدر اعطيها كاميرا تتكمل دومين معين. طيب وشو في شيء جديد هلا بالكونسيبت هلا حاليا باخر اديشن؟ يعني هلا شو رح تقدموا ببيروت ارت فير؟ بال 2017 نحن كان في تام بيحكي عن الاراده، عن الصلابه. دوك هيدا الفرق بين اول اديشن اللي كانت فرقه اكثر، كان في موجه اكثر التصوير. يعني عملنا قبل شو التام اللي ليه كان هلا السنه عم خبرينا سنة 2018 يعني للسنة الجاي واللي بعد ما تصور نحن عم نمهد له هاي السنة للسنة الجاي هو المرأة. حتكون المرأة هي المحور، لأنه مثل ما بتعرف زراعة التبغ هي زراعة عائلية، وعادة بتصير يعني قدام البيت، قدام الحقل اللي محطوط حد كل بيت، فكل العائلة بتشارك بهيدي الزراعة. لهيك نحن بنعتبرها جزء من التراث، كل عائلة بتشارك بهاي الزراعة، والمرأة تحديدا بيكون عليها الرك الأكثر. يعني الزلمة بيعمل الأشياء الصعبة بينما هي اللي بتشك، هي اللي بتلم، هي اللي بتنشف الدخان. يعني كل هيدا البروسيس هي مسؤولة عن كل مرحلة فيه، بينما يمكن الرجل بيمرق بمرحلة أو اثنين فيها. لهيك حبينا نضوي على المرأة وتعبها بهيدا الدومين وتنركز أكتر. برق معنا كتير صور بال 2016 وال 2017 بيبينوا قديش المرأة اللي بتشتغل بهذا المجال بتتعب، قدي إيديها بيتعبوا، قدي عيونها بيتعبوا، بتسهر لأنه الصبح قبل الضوء بدها تقوم تزرع الشتل تشتل بيقولوا. فالمراحل شوي ثقيلة، وحبينا مثل أنه تكرمها جاست
وناويين انه نعمل هذا المعرض ان شاء الله. يعني اذا معليش انه جاست انه لازم مش ضروري انه تلقائيا لازم انه يعطيها الف عافيه المراه يعني مش بس انه تتكرمها يعني اذا هي نحن كراجي نحن على طول مكرمينها بكره بدنا نعمل بروجرام بس نعزم النسوان وخلصنا نحن كراجي على طول مكرمينها ولهيك خصصنا لها معرض كامل صح بأزار بعيد المرأة حنكون عم نطلق إن شاء الله. أوكي. طيب المصورين كيف بتنقون؟ يعني مثلاً هل هالسنة يعني؟ It's an open. Open يعني open كل واحد عبيله yes. وفي يعني في يعني ممكن يشتري. يكون محترف ممكن يكون مبتدئ ممكن يكون هاوي ممكن يكون حدا ما بيعرف يصور بس قادر ياخد لقطة فيها تاتش فيها لمسة معينة. ما في ابدا كرايتيريا للمصورين لانه نحن هيدي مسابقه مجانيه ومفتوحه للجميع. بتفتحوا حدا ام عم بتكون اوبن وكل ما واحد عم بيجي اهلا وسهلا؟ اكيد في لجنه تحكيم اي حدا بيجي كيف بتصير السلكشن؟ يعني يكون في مينيموم من هلا لجنه التحكيم اكيد في عندها كرايتيريا بتعتمدها في شيء في شيء ريليتد للتوبيك اللي نحن طالبينه. تاني شغل كرايتيريا انها تكون ارتستيك بطريقه معينه ارتستيك ومراعيه لشروط التصوير الاضاءه اللون انه في كثير ما تكون محروقه الصوره يعني في كثير سبيسيفيكيشنز يمكن انا ما بعرفهم بس انه اللجنه التحكيم تقنيا هي بتعرف اكثر مننا لهيك بنستعين بلجنه خارجيه وبيكون فيها طرف من الريجي شخص واحد من الريجي بس يقدر يشوف اذا في ريستريكشن على شيء معين ما بنقبل مثلا انه يطلع اذا مصورين مثلا اولاد عم يزرعوا ممنوع نحن عنا في سياستنا مكافحة عمالة الأطفال لهيك إنه في شوية specification related ل regulation وبالنسبة للأشخاص اللي حابين بركي يطلعوا على الصور الحالية أكيد رح يكونوا ضمن المعرض بس بركي كمان يرجع يشوفهم وقت اللي بيخلص المعرض صح. أما الصور القديمة أنتوا عندكم مثلا على السوشيال ميديا أما ويب سايت معين نحن على الويب سايت www.rltt.com.lb بيقدروا يفتحوا ويشوفوا منشر صور 2016 و2017 ومين رابحين فيه 18 هلا ببيروت 18 بهالمعرض نو ببيروت ارت فير نحن عم نروح عم نرجع نعرض المعرضين السابقين اوكي ما رجعنا ما لحقنا لانه حبينا نشتغل مع بيروت وكذا اللي عم تحكي عنه لعن المراه لسنتجي بازار ان شاء الله رح يصير في شيء على الشباب وكمان مثل مثلا السنة الجاية عن المرأة السنة بعد سنتين عن ال الشباب حقكم مأخوذ طيب شو فيك كمان اليوم مثل ما بقولوا بالانجليش انه عم تعملي بيتش لهيدا المعرض لحتى يجوا كمان ويحضروا ويشوفوا وكذا شو حابه انت تحكي كمان مش ضروري بس الاجوبه على الاسئله كمان اشياء بركي اليوم بركي تقنيه اكثر اما عن انت شو حابه تقولي لحتى تشجع كل هالعالم اللي عم يسمعونا اليوم يروحوا على المعرض ويشوفوا الصور واذا حابين كمان انه تطلبوا شيء معين بليز جو اهيد صراحة هلأ إذا بدي أحكي على الجلوبال فيو هيدا المشن تاع كل المؤسسات اللي عم تتوجه صوب السستينيبيليتي أو اللي عم بتفكر كيف تكون متصالحة مع مجتمعها وما تكون بس هي بتعمل برودكت بيأذي بالعكس هي عم بتجرب تكون عم تتعاون مع المجتمع لتطلع أفضل نوعية ممكنة وتقدر تخدم هيدا الاقتصاد أو هيدا المجتمع بأفضل طريقة CSR يعني متبقى Corporate Social Responsibility لهيك هيدا يعني عم نسوق هيدا المفهوم واللي هو لازم يكون عند أغلب المؤسسات الاقتصادية بالبلد لأنه بتقدر تكون فاعلة أكثر من أي مؤسسة تانية لأنه في عندها إنتاج ونحن من هيدا الباب تبنينا هيدي الفكرة لحتى نكون عم ندعم فيها فئات شابة وبنفس الوقت عم نضوي على زراعة ولنساهم باستدامة هيدي الزراعة لأنه قد ما كان الريستريكشن أو البان أو القوانين لمكافحة التدخين بالنهاية هيدي الزراعة ستيل شرعية وفي عالم ما عم تطلبها يعني إذا شي نهار وقفت حنكون عم نفتح أبواب التهريب
فلهيك نحن عم نجرب نضلنا بالأطر القانونية والسليمة اللي ماشي فيها. وانت أحلى إكزامبل يعني إنه أنت بالنتيجة كمان عم تقولي لي ما بتدخنيات عم بتكوني امباسادر كتير إذا بدك مميزة عن الرجال يعني صح. من وجودك ويلي أنت عم بتقوليه وطريقة حكيك وطريقة العلمة يعني كمان عم نحكي عن أكيد CSR عم نحكي عن السيلكشن عن جوري صح. عن يعني مش شو من كان يعني it's بالعكس it's a deep 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 thing يعني it's a strategy it's a strategy حبيت أدي في عنا هيك planning و لا 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 هل أنتوا بتشتركوا بغير معارض يعني نحن هلا عم نحكي بيروت art fair وكمان عم تكونوا عم يكون في عندكم activities على الأرض نو صراحة بتعرف أنت التباكو هو يعني شيء كتير حساس مش أي معرض بنقدر نشارك فيه بس لأنه بيروت خاصة برات لبنان هلا بعدنا نحن شوي بس لأنه بيروت ولأنه بيروت art fair هيدا السنة كانت عاملة التوبيك عن الفوتوغرافي وتحديدا كانت عم بتفوت بالقصص التراثية.